اسمه النهر. ونحن أيضا عرفته عن نفسي. نسف حبوب العدس في الليالي المقمرة، منتظرين أن تشق الشمس شراعا في قلوبنا الطرية. ونحن أيضا عرضت عليه صورة لغجرية، نحب الجسد التفاحي والنار الزرقاء والأسرة الصاحية. وفي الصباح ننحدر نحو الجداول لنغسل أصابعنا من الدبق وقلوبنا من المسرات. ونحن أيضا أردت أن أجدد كآبتي أمامه، نبكي على نوافذ تعاستنا منتظرين أن يأتي نهر الحرية لنشرب منه إلى الأبد. مرحبا. حلوة كتير، منشرة مع عمر؟ أنت أنت تنشر مشروعك الجديدة؟ وحتى لاقي وقت، شو رأيك؟ يعني هي حلوة كتير، بس كأنه فيها شوية مباشرة بالأخير. مباشرة؟ يعني كل الوقت رقيق وشاعري لتجي تكشف حالك آخر شيء. نهار الحرية أي مباشرة كتير. لا تقلق، استودعناكم بخير. أستاذ مزفر شو صار له؟ يعني أبغى من هيك أنا ما شفت. بس القصيدة حلوة ما؟ ما حكينا شيء، بس يعني هي ما لها قرآن. رأيي وقلنا بدك لها العصبية؟ مو معقول شو موتور؟ شكلك لا تقطع ولا تهقق. اي نعم، بس معناتها صار بدنا قصيدة حلوة محل قصيدته. اه صحيح، تذكرت كان عم يقول لي مظفر انه سمع غنيتي الجديدة بالراديو، ما حدا خبرني. على هالنسوة جورج موصيني اني اتصل فيك الصبح مشان وقت الغنية ونسيت. الو، كمان مالك بالمحل؟ لك انت شو قصتك عم تغيب كتير؟ لتكون قلبت مزيكاتي؟ فيك تقولي هيك شيء؟ سمعت الغنية؟ سمعتها، كنت عم استناكي الصبح تتصلي فيني وتقولي لي انه سمعتيها. لك شو بعرفني؟ هذا عمر نسي يخبرني. عمر؟ طبعا، يعني عمر ليش هيك عم يساوي فيني؟ شبك جورج؟ طول بالك شوفي جورج، عن جد شوفي. طب ليش انت ما خبرتني؟ انا كان بدي اياكي انت تعملي لي اياها مفاجاه، تتصلي فيني الصبح وتقولي لي صوتك ضحكان، افتح الراديو واسمع الغنيه الجديده. بس ما صار شيء، انا لسه ما سمعتها للغنيه. ليك جورج، اذا بدك انت احكي معهم وعرف امتى حيزوعوها مره ثانيه، وهيك بتكون كاني سمعتها اول مره. خلص فقست ندى، فقست. ليش انا في شيء بحياتي بيزبط؟ ولك حتى فرحه صغيره مثل هي ما بتزبط، حياتي كلها ما انا ظابطه. بظن لازم تروح تشوفه. لك جورج شو صاير لك؟ يوم منيح، يومين حزين وزعلان، يومين مالك طايق حالك، شو في؟ ما عاد فيني اتحمل. يمكن هلا صرت افهم شو يعني لا تدخلنا في التجربه. حلو، حلو كثير. شو حل عليك الايمان فرد مره؟ اي شيء، اي شيء يا عمر. اي شيء بس يخفف عني وجع القلب. طيب قوله، انطقه، بترتاح. جورج، انت بتعرف وانا وندى وكل الدنيا بتعرف شو باك. بقى احكي اريح لك، حاج بقى هاد العناد اللي بلا طعمه. بتعرف. شو بدي اقول لك؟ قل لي انك بتحبها. الك؟ الك انه انا بحبها؟ ايه انا بحبها. اول ما شفتها حبيتها، بس بدون امل. انا ماني عم استنى شيء، انا بس عم اتفرج على ايام عمري وياها ما تمضي. بس هيك الحياه رح تكون صعبه عليك كثير جورج.
انت مالك هيك ما؟ انت حدا صاحب مزاج كيف بتحب البسط. انا كان بكفيني هذا التليفون الصغير اللي كنت مستنيه الصبح، هي المفاجأة الصغيرة اللي انا مفبركها قديش صغيرة بس كانت بتكفيني لحتى تعبيني حب. كنت عشت ايام وايام وانا عم اتذكر صوتها. عم تتضايق من حكي؟ لا جورج، انت بتعرف ندى قبل ما انا اعرفها، انت بتحبها من زمان كتير، بس هذا الحب يضايق صاحبه وبيخلوا رفقاتك يزعلوا عليك. قوم خد دوش، خلينا نروح نتغدى على ندى، هي عزمتنا على عزيمة صلحة. ليك في عندك حلين لهذا الحب يلي بلا امل، يا اما بتتكل على الوقت لتنساه، يا اما بدك تعيش معه. يعني في كتير ناس عاشوا كل حياتهم مع حب مستحيل وما تضايقوا منه ابدا، بالعكس يعني بالاخير بيقلب هيك مثل النظارات او الدخان. المصيبة انه انا بحبك، بحب الطريقة اللي بتحب فيها ندى، يعني حتى القصايد اللي انت بتكتب لي اياهم بتمنى لو قدر اكتب مثلهم. احيانا بحس انه انا اللي كاتبهم. ندوش مرة ما بتنطال، بس انت بتستاهلها لانك طلتها. بدك تطول بالك، لسه المرة ما ردت لي خبر لهلا. معناتها انا وياك لساتنا بالهوا سوا. بس انا على الاقل قايل المرة بحب اسمع اعتذارك للاخر. والله انا هالمرة مو جاي اعتذر لك، عم جاي اسال استاذ عمر اذا بيعمل معي امسية. هذا له علاقة بنهر الحرية والمباشرة؟ حسبها مثل ما بدك، بس هي دعوة حقيقية. يمكن ما اجت الفرصة وقت امسية الاداب لانه رفقاتك قلبوها الشيخ امام. هلا المهم ما اجت وقتها فرصة لحتى اقول لك انك بتكتب حلو. وين الامسية؟ بالتربية. امتى؟ امتى ما بدك. لا ندى، أنا هدول يومين ما رح أقدر أجي، ما فيني. هاي قصة تكسير عظم بيني وبين مظفر، هو هيك بده. عن جد عم بحكي ندى، ما فيني خلص، بدي اليوم وبكرة والجمعة. ولو مدام ندى يعني ما بيحق لنا اليومين إجازة بعد كل هالشغل؟ لا أخي لا، كل واحد بقرأ كل قصايده كلياتها نص ساعة. يا عمر قصيدة بقصيدة والله أحلى، أو إذا بدك تنتين بتنتين. لا خلص مظفر، ما في داعي، مسألة تكسير العظم يعني واضحة مثل عين الشمس، ما عاد بدي أشرح أكثر من هيك. مثل ما بدك، بس يعني كأنه هيك تكسير عظم، تكسير عظم وشعر مو ظابطة مو؟ ما أنت قفلت على حرية، يعني عم تقفل على الوار. من بلش انا ولا انت؟ طره ولا ناقش؟ طره.